شمس اف ام بودكاست. يا تونس شوفوا كيف يغطوا فينا. شوفوا توما شعملتوا. هاي مش حديث تونس. على أكثر من 250 صفحة يرجع على السنوات الأخرى الحكم بورقيبة، يتكلم على مرض الرئيس وتأثيره على قراراته في السنوات الأخرى، ويسرد عدد من الحوادث اللي صارت له معاه. يعطي زادة تفاصيل ليلة سقوط حكم بورقيبة وتولي بن علي 7 نوفمبر 87، ويتحدث على شخصية بن علي، ويرجع على عدد من الأحداث اللي صارت في عهده، ومنها عملية اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد في تونس من طرف المخابرات الإسرائيلية. رفيق الشلي مدير أمن رئيس الدولة والشخصية الرسمية سابقا، هو ضيفي اليوم في حديث تونس. سي رفيق مرحبا بك. أهلا وسهلا سي رفيق. نبدأ ربما من أهم حدث ترجع له الأولاني، هو في كتابك لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي، كتاب مازال كيف صدر. أهم حدث يمكن حتى في تاريخك المهني، من عارش كنت تتفق معايا في التوصيف، 7 نوفمبر 87، واحد من العوامل اللي خلى بن علي يسقط نظام بورقيبة في بعض الساعات هو عدم تدخل الحرس الرئاسي، وأكثر من هكا هو ربما انسحاب الحرس الرئاسي بأوامر منك أنت بوصفك وقتها مدير أمن رئيس الدولة والشخصية الرسمية. في كتابك ترجع بالتفاصيل شنو صار نهارتها وكيفاش تمت السيطرة على قصر قرطاج من طرف رجال بن علي. لو كان نبداو من الوقت اللي كلمك بن علي نهار 7 نوفمبر مالساعة غير ربع متاع الليل تقريبا، كيفاش كانت التفاصيل سي رفيق؟ هو قبل كل شيء لازم نعرف واللي راهو الأجهزة في تونس، أجهزة الدولة، هي على رأسها مسؤولين اللي يسميهم رئيس الجمهورية. بحيث يعني بن علي وقت اللي وقع تسميته كوزير داخلية ثم كوزير أول من طرف الرئيس بورقيبة، يعني أعطاه مسؤولية الأمنية كاملة بما فيها شرطة حرس إلى آخره، ووزير أول عنده كل شيء يعني، وحتى الأمن الرئاسي، كل شيء أمن رئاسي، كل شيء تحت أمرته يعني. بحيث ورئيس بورقيبة في الوقت ذاك كان يعني من ناحية الصحية كان يعني مريض شوية، ثم البوادولاج زاد كيف كيف كذلك يعني. بحيث هذا كل خلى فما شوية بدا عليه شاف الأمور سهلة باش ينجم يوصل للماجستراتور سوبرام، وبرمجها، وفي الواقع برمجها وحذرها مسبقا، خاطر فما تحذير صحيح سابق. والتحذير السابق هو أول حاجة ساعة يلزم الرئيس بورقيبة يعني الليزول في قصر كارتاج، يعزلو. مشات عليه يعني زوجته، وصل يعني عن طريق سعيدة سياسي اللي هي لانياس البريزيدون باش وصل حتى باش الاطلاق باش طلقها. يعني الكاتب بتاعه الخاص اللي عمره كامل كان معاه ومن الناس اللي يفيقوه بحوايج علال العويتي زاد كيف كيف، عملوا له يعني اللعبة عن طريق سعيدة باش بعدوه على قصر. منصور الصخيري كيف كيف اللي كان هو محسوب مدير ديوان رئاسي في وقت من الأوقات حطوه وزير بعدوه باش يبعد على قصر. يعني محمود بالحسين كيف كيف اللي كان يقرأ له في الجرائد وكان يعلم بعض حاجات، زاد بن علي ما عجبوش تدخل محمود بالحسين في بعض حاجات يعلم بها الرئيس، دونك عمل له عمله دو فاسون باش ابعد زاد كذلك على القصر، وقعد يعني منعزل وحده مع سعيد الساسي. سعيد الساسي اللي هي لانياس دو بريزيدون، واللي هي مانيبولي مباشره من طرف بن علي. واحنا كنا غاديكا ونعرفوا اللي بن علي كانت عنده طموحات كبيره، ولكن فكر الفترة هذيك يعني الرئيس كان منعزل وما عادش قادر حتى بالشيخ وقراراته يعني. بالضبط. وإحنا باش نرجعوا لها المواضيع هذه الكل بالتفصيل سي رفيق الشلي، لكن وأنا حبيت نمشي في التدرج، نفس التدرج اللي أنت استعملته في كتابك. يعني التفاصيل اللي صارت، أنت من الناس اللي ما كانوش في بالهم ولا كان في بالهم قبل سويعات من عملية الإطاحة بالرئيس بورقيبة، تم الاتصال بيك من بن علي وقتها. كيفاش صارت العملية هذية للي وصلنا أنه الأمن الرئاسي ينسحب من حماية رئيس الجمهورية؟ هو يعني ليلة 7 نوفمبر في نصف الليل وربع بالضبط، يعني تليفوني نوقز، بن علي كان أبو دوفيل،
قال لي وين؟ قلت وراني في الدار. قال لي ماذا بك تلتحق بيا في وزارة الداخلية؟ خاطر هو وزير أول ولكن شاد ديما وزارة الداخلية تعرفها هي اللي القيادة اللي تقود البلاد يعني. التحقت به تقريبا ماضي ساعة غير ربع كنت بحذاه. دخلت البيرو نتاعه ونلقى بحذاه يعني وزير الدفاع ثم ضباط رؤساء الأركان تاع الجيش البر ومتاع الطيران ومتاع يعني الضباط الكبار الكل هادي والهادي بكوش زي كيف كيف كان واقف يملي يعني سمعت أسماء وكذا كانوا يعمل في حكومة يعني في ثم لقيت بن علي قال لي تفضل كذا شاف شوية هكا حس وبكوش يتكلم قال لي تعاش كيفاش يمشوا للسالون احنا خارجين من البيرو نتاعه ويعرضوا لحبيب عمار اللي هو المدير العام امر الحرس الوطني يقول له يا حبيب اخلط علينا. مشيت انا وياه للسالون انا بديت نفهم يعني شنية الحكاية كبيرة هذه اللي التنار الكل موجودين غادي القياديين الامنيين والجيش وكذا كل موجود. قال لي شوف خلي فيق ما كتعرف الرئيس يعني كبر ولا يعني مرض وكذا ويلزم يرتاح واحنا تاو خذينا تويكا مازلت كيف كونت الحكومة وعلنا عليها في الصحف وفي وصحح الأوامر متاع تشكيل الحكومة الجديدة وكذا وبعد ما صحح بعد نهارين جاء قال لي لا راهو حطيت ناس صغار وكذا يلزم نحيوهم من بعدهم ولينا نلعبوا ولا يعني اللي يجي يقول له حاجة ولا هو يعني دونك يلزم خلينا باش نخدمه كذا ونحبه يعني نواصله العمل وهو يرتاح وعلى كل حال احنا باش نحطوه في دار الهناء في صفاقس فما هذيك الدار تابعة الرئاسة بطبيب متاعه والفالي متاعه ما ينقصوا حتى شيء يعني طمن فيه يقول هكا ما ينقصوا حتى شيء ويقعد يرتاح وخلينا احنا يعني نقودوا البلاد. يعني تصور مدير أمن رئيس الدولة يعني يقولوا له هكا ولو هو بن علي وقت هو رئيس المباشر وقت هو عارفك هو رئيس المباشر يعني كان ينجم حتى قبل نهارين ثلاثة ينقلني ويحط حد آخر يعني كان ينجم يبوفيلو فير. الرئيس بورقيبة ما كانش يهتم بالأمور هذه بالكل وما ينجم لا يفيق ولا يهتم. يعني تصور يعني كنت في موقف وقتها حرج برشا. نعرف اللي أنا مقتنع كما كل التوانسة في الوقت هذاك راهو اللي الرئيس بورقيبة يعني يلزم يرتاح كنا كلنا مقتنعين يعني خاطر ولا كسعيد أساسي ولا تلو مانيبولي وياخو قرارات يعني بطلب منها هي باش نجيو بعض الأمثلة اللي دوخ شوية تحكي عليها انت في يعني كتابك هذا الشيء يعني. اللي خلى ديجا كل واحد يقول الرئيس بورقيبة خليه يرتاح تو يعني العمر متاعه والمرض متاعه خليه شكون جات في الوزير الأول وزير الأول اللي هو جات في بن علي اللي بكلنا بعد نعرفوه شنو بن علي ولكن بحيث يعني قعدت نخمم قلت تو أنا عندي حاجتي إما باش نقبل وذاك يعني يلزم باش الأمور تمشي مدام خاصة اللي الواحد اطمان اللي ماهوش ما ثماش تهديد على لحياة رئيس الجمهورية. هذا تأكد منه سي رفيق؟ هذا متأكد منه بطبيعة الحال يعني هذا يعني ما فماش تأيل فما يعني سي اون بريز دو بوفوار فما سلطه باش ياخذها نظرا للظروف نتاع تونس فين وصلت يعني الرئاسه كانت يعني في حاله ضعيفه برشا وحتى في صوره ما اذا نقول لا شنو باش يصير؟ انا مانيش باش نخرج من غادي باش نهبط طول للايقاف بالضبط باش يمشي وهما يعني كما قال لي بن علي قال لي اسمع رانا مانيش متراجعين ولو نستعملوا القوه هذا بكلامه وراه في بلدان اخرين الرئيس يعملوا له هكا عمل لي بصبعه تحت الجرجوم يعني يقتلوه احنا ماناش باش نعملوا هذا اما باش ناخذوا الامور بكل بصفه حضاريه دونك يعني هذا الكل يعني في مخي دونك شنو باش يصير هي سي اون بيس دو بوفوار كما قلت لك هو شنو هي المهمه هو تغيير الاعوان الامنيين ناحية هما كلهم عوان أمن وهذا اللي طلبوه منك سي رفيق شلي كونه لحبيب عمار يحط رجال الحرس الوطني في براسة رجال الأمن الرئاسي مكان الأمن الرئاسي يتحطوا أعوان الحرس الوطني وهما كلهم أعوان الدولة كلهم أعوان أمن فهمتني عاد علاش هو باش يحط لحبيب عمار باش لحبيب عمار بصفته يعني هو معاه نيميرو دو يعني يتحكم في أعوان هذوكم تاعه خير من حد آخر
ووالدة وكم اللي هما يعني سون ديتيرميني فيش حتى كلام، حتى لو حتى لو أنا رفضت وتقوينا بنادق ضد دبابات عمرها ما تنجم باش تكون اش باش يصير، باش يولي سيلان دم وقتلة، وممكن فاك الوقت هذاك يولي حتى خطر على حياة بورقيبة. خاصة وان وانتي تحكي سي رفيق شلي كيف دخلت ولقيتهم في الاجتماع هذا، يعني تقريبا الدولة الكل كانت موجودة معاه، يعني بالجيش بالأمن بالحرس كلهم كانوا موجودين غادي، يعني باش تقول انتي تعمل ريزيستانس باش تكون ربما وحدك في العملية. لكن هذايا خليكم من بعد مع الحبيب عمار توصل للقصر الرئاسي، ولكن حتى أوامرك أنت سي رفيق الشلي في البداية أعوانك ما حبوش يلتزموا به. ما هو احنا عن وقت اللي نكونوا أعواننا أعوان أمن الرئيس نكونوهم تكوين خاص منهم، نقولوا لهم راهو ردوا بالكم خاصة في الليل إذا يجيكم ولو رئيسكم يجيكم بتعليمات اللي هي لا تتماشى وأمن الرئيس ردوا بالكم تطبقوها. أيوة فهمت. وأنا كنت خايف من هالموضوع هذايا في الليل وقت اللي مشيت بعد مع الحبيب عمار، كنت خايف خايف لما يوقعش يعني لا يوقع ما يوقعش يعني يمشيوا بالأوامر نتاعي يرفضوا. والحبيب عمار وقتها حب باش نمشيو احنا ونتعداو للسكنة نتاع العوينة ويهز معاه يعني الوحدات نتاعو الخاصة منهم نتاع الدبابات يعني كذا ونمشوا بعدنا. وليت قلت له يا سي الحبيب من غير ما يكون أمن رئاسي في باله وقت وليت قعدت نخمم قلت إن شاء الله إن شاء الله يمشي معايا يا سي الحبيب عبار. قلت له يا سي الحبيب راهو احنا مكونين عواننا كذا وكذا ولذا ماذا بيا نسبق انا وياك قبل بدريج او 10 دقائق ومن بعد جماعه دخلت علينا، خاطر لو نمشي انا نوصلوا معانا الدبابات وقتها باش تولي برشا شكوك وما عادش نجم انا لا ما عادش نكوني باش نطاع ما عادش اسمعوا كلامك ما عادش اسمعوا كلامك وقتها سي تروتا. وانا نقول علاش ان شاء الله يعني يقبل، على خاطر لو ما لو ما لو ما خاطر نجم يكون يقول اه بالك عمل لي باش يعمل لي امبياي باش يشدني في التصرف ولا كذا وتتقلب الامور وكذا يخمم هكا، خاطر هو يعني قال له بن علي احنا خارجين قال له فهمت ولي قال له يعني رد بالك خاطر موش عاطيني برشا جنب يعني وانا كيف عملت يعني بقناعه ان المهم يعني ما تمسش حياه بورقيبه ما تتمسش وعارف اللي هو هكا ولا هكا هو باش ياخذ الحكم وبورقيبه اعطاه كل شيء يعني اعطاها السلطه كامله في وزير اول وزير داخليه وقتها اعطاها السلطه كامله في البلاد يعني حيث ايش باش نعملوا احنا مجبورين باش ننفذوا احنا اعوان دوله فهمتي موظفين يعني وذيك كيفاش خدمتنا واضح. دونك وصلتوا وصارت المواجهه الاولى مع احد الاعوان نتاعك اللي انت حتى تذكر اسمه في الكتاب سي رفيق شلي، وتقول كونه قال لك لا كيف طلبت منه انه يتم يعني الامن الرئاسي ينسحب، قال لك لا من الاول ومن بعد باش لو كان تحكي لنا التفصيله هذيا كيفاش صارت. ايوا وصلنا وصلنا لباب القصر شافوني الاعوان نتاعنا حلوا لنا الباب، دخلت انا والحبيب عمار وكان عنده معاه يعني عون حماية معه كان مسلح بسلاحه ودخلنا طلبت من عوان المراقبة احنا في القادة في الباب الرئيسي يعني. قلت له عيط لي للضابط المسؤول عن الحراسة كان يتفقد في قريب عيطه له في سعجاء هو اسمه الوكيل تقوق الله يرحمه توفى عاد قلت له يا وكيل تو باش تمشي تسحب الحراسة بتاعك تحط العوان في الثكنة تعالنا ثكنة احنا غاديكا تلتحق بي لهنا. خزر لي متحجب يعني كيفاش في عقب الليل بعد نصف الليل خاصة بعد نصف الليل أوقات حساسة كيفاش نحي حراسة بورقيبة يعني خزر لي تحى توقف في حالة استعداد وقال لي سيد المدير راني من الجمش ننفذ هالتعليمات. وأنا كنت متوقع هذا على خاطر ما هو صعيب باش من الأول يقول كنت متوقع هذا. سي حبيب عمار وقتها تغشش كيفاش هذا يرفض باش ينفذ التعليمات وحاول باش يجبد المسدس نتاعه يعني ظهر ان اللي عنده مسدس يجبد الفيستا نتاعه وشكون هذا وانا خفت حبيب عمار نعرفه شويه هكا خفيف طريف سي الحبيب شويه
يلزمني نبقى باش نشد الامور في يدي باش ما تفلتش. خاطر كان تفلت كان خرجت كرتوشة سايوة خاطر عندي العوان الاخرين وقت في يدي استناو عندي غادي كما كان نتاع ريزيرف دونك يا في ديزاجون موجودين غادي بسلاحهم وكذا. قلت له بشوي ورجعت لوكيل تحقوق قلت له يا وكيل تحقوق تو حالا باش تمشي تسحب العوان تحطهم في السكنه وترجع لي وهذا امر. وقت اللي قلت له هكاك وشاف لي الامور جديه وقتها يعني قعد في حاله استعداد وقال لي امرك سيد المدير مشى باش ينفذ التعليمات. واضح. سي رفيق الشلي احنا باش نرجعوا من بعد اللي انت عايشت بورقيبه تقريبا بصفه مباشره لمده 14 سنه يعني تقريبا من او 10 سنوات 10 سنوات اي وليت من 73 انت شديت الامن رئيس الجمهوريه. لكن هنا السؤال 7 نوفمبر 87 بالنسبه ليك الساعه هل تعتبروا اليوم تعتبروا تقول هو إقالة لبورقيبة ولا هو انقلاب عليه؟ والله تو هو يعني سؤال هو هذا سؤال يعني لأنه علاش يعني لأنه أنت تقول في كنت تقول أنا تو سي رفيق شلي حالة بورقيبة الصحية وقتها وباش نرجعوا نحكيوا عليها بالتفاصيل يعني كانت شبه إجماع التوانسة باش ما نقولوش إجماع التوانسة أنه الزعيم يزمو يرتاح يزمو يتنحى من رئاسة الجمهورية. في الظرفية هذيك كنت تعتبروا إقالة وإلا انقلاب؟ هو راهو بورقيبة يتي توجور لوسيد ما لوسيديتي نتاعو ما مشاتش تبقى البدن هو اللي تعب وهو اللي كبر. هو كان تشوف من ناحية القانونية من ناحية الدستورية الوزير الأول هو يعني في حالة ينجم يطبق هذا ولكن اللي هو ماهوش ماشي مع الدستور هو كيفاش يعني كيفاش اون كونستات اللي هو الرئيس مريض بطب جاو باش يصحوا من غير ما يشوفوا المريض يعني تولا كان مشاو وشافوه يقولوا غير قادر على مواصلة حكم البلاد نقولوا ما هما العملية هذه ما تعملتش تعملت في وزارة الداخلية وطب أمضاه في وزارة الداخلية وهذا يولي غير قانوني وينجم يشبه أكثر يعني أخذ الحكم بالقوة يعني الانقلاب أكثر من الإقالة أو الطريقة الدستورية. واضح. في صفحة 25 من كتابك سي رفيق الشلي تقول أنه بن علي كان مخطط للعملية مع الإيطاليين وأنه في حالة فشلها كان فما طائرة إيطالية تستنى فيه للهروب لإيطاليا. هل فما أكثر معلومات على مشاركة الإيطاليين في العملية هذه وخاصة علاش يعني شنو أسباب أو الحاجات اللي تفسر قرب بن علي من الإيطاليين وقتها؟ هو بن علي وقت اللي كان مدير عام الأمن الوطني وحتى وقت اللي كان مدير الأمن العسكري وما عندهم علاقات مع المصالح المخابرات الأجنبية ومنهم يعني الإيطاليين سبب السيزمي هو مصالح المخابرات الإيطالية. وكانت عنده علاقة مع فيلفيو مارتيني اللي هو كان على رأس هذا الجهاز والعلاقة نعرف اللي حتى من الحبيب عمار مشاه يعني كان بعثوا عدة مرات لإيطاليا في الفترة هذيك قبل وقت اللي هو شد الأمن وشد وزارة الداخلية كانت العلاقة مع الإيطاليين علاقة كبيرة وباهية. ويقول فيلفيو مارتيني هو بيدو اللي يعلن في الصحف اللي هو يعني كان على بين من الموضوع هذايا وهو اللي ساعد بن علي على أساس حاضر باش إذا كان ما تنجحش العملية باش يهربوه وعمل دور كبير في الفيو مارتيني يعلم حتى المجلس النواب متاعهم زي تذكر في الصحف وقال لهم اللي احنا هو اللي عملنا يعني ساهمنا في تعويض بورقيبة ببن علي هذاك اللي فايت البلاد اللي فايت إيطاليا واتصل حتى بالجزائريين باش علمهم خاطر الجزائريين كانوا في بالهم الليبيين من جهة أخرى بن علي عنده زادة صلة بي وانت تحكي عليها قربه بالقدافي كانوا في بالهم وفيلفيو مارتيني زاد يتكلم يقول وقت اللي تحدثت مع الجنرال إيمبو اللي هو رئيس الجهاز الفرنسي لا دي جي اس او
وكذا شوية تغش عليه مو قال له كيفاش انت بتوما تلاينش مدخلكم في تونس يعني اللي هي تابعة للأمبير فرنسي كما هو قال الوقت دونك يعني الشيء الثابت هو الإيطاليين بما صرح به رئيس الجهاز بتاعهم كانوا على علم وساعدوا بن علي على القيام بالعملية هذه. واضح. على كل حال سي رفيق الشلي الأكثر التفاصيل هذه موجودة كلها في كتابك اللي مازال كيف خرج له سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي. كتاب نذكر لي البريفاس متاعه مكتوبة من نيكولا بو اللي معروف كتاباته في مجال على الفساد في تونس. كتاب سومو 19000 تلقاوه متوفر في المكتبات وتلقاوه في البارتنير متاعنا كولتوريل في المنزه وكولتوريل في الزفير في المرسى. مازلنا باش نحكيو معاك وشوية آخر باش نرجعو معاك سي رفيق الشلي على السنوات الأخرى في حكم بورقيبة, صحة الرئيس والضغوطات اللي كانت ممارسة عليه, خاصة كيما انت كنت تحكي من الناس المقربين والدايرين به في وسط القصر وعلى رأسهم سعيد الساسي. مش ساعات ديما تلقاو حاجات مهمة برشا باش تلقاوها في لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي. تيمونياج دو رفيق الشلي المدير أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابقة, نكتب فيه أكثر من 250 صفحة. يرجع فيه مدير أمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية سابقا على شهادته, يرجع على شنو صار نهار 7 نوفمبر, يرجع على سنوات حكم بورقيبة, يرجع على عدد من الأحداث اللي صارت في حكم بن علي. هيت نمشي وسي رفيق شلي نحكيه على السنوات الأخرى من حكم بورقيبة. تعينت في أمن رئيس الدولة في عام 73 في وقت كانت فيه الحالة الصحية البورقيبة ماشي وتدهور. كيفاش عايشت بورقيبة منذ 73 ربما حتى ان تم عزله؟ كيفاش كان بورقيبة وقتها؟ ملي تعينت يعني على رأس الإدارة هذه نتاع من الرئيس في 73 وقتها صحة بورقيبة بدأت بشوية بشوية, ولكن في فترات فما فترات اللي هو يعني بصحته كاملة. أنا نتذكر سنوات 74 75 76 السنوات هذه الرئيس بورقيبة زار الجمهورية التونسية كل الولايات وكل المعتمديات حتى المعتمديات النائية وهيك علاش يعني في وقت اللي نستعمله في الهليكوبتر خاطر فما بلايس شوية صعاب باش نجموا نوصلهم بالكراهب وكذا. هو من نوعك اللي يحب الاتصال المباشر بالتونسيين بحيث وكل مكان وكل ولاية يزورها لابد باش يزور مختلف المعتمديات, يحب يشوف عن قريب يعني التوانسة يعني الشعب التونسي. عاد دونك السنوات هذيك اللي كان فيها احنا عنا برشة بك يعتبر يعني خطر تتحرك برشة رئيس الدولة رئيس الدولة يعني موش سهل يعني فيه تحضيرات كبيرة وفيه إمكانيات كبيرة من, من, من ناحية الأعوان الأمن من ناحية التجهيزات من ناحية البرامج يعني نتفكر الفترة هذيك فترة متاع عمل قوية وكان وقتها لبس عليه يعني كان كل اما تبقى تجيه فترات اللي هو فما كي نكسة يمرض ويتعب وش خلاه يعني تجبر باش تنقل برا عدة مرات باش يداوي سواء في ألمانيا ولا في فرنسا أو في سويسرا كذلك يعني وجاته فترة خاصة اللي هو تعب ياسر وقتها كان يجيه الأرق ما يعني يرقدش الانسومني هذيك كان مسكين تعب فيها برشا وتفكر يجي للطبيب يقول له يا طبيب شوف لي يعطيني حتى طريف الأخرى نرقد طريف كي لعبات حتى ربع ساعة ما نرقدش بكل هذيك فترة زادة كانت صعيبة بالنسبة ليلو وثم يعني مع التريتمون اللي عملوا مع الألمان ومع السويسريين يعني تحسن فهمت. هذه ربما أهم شهادتي عندك على الفترة ذيك في الحالة الصحية للرئيس. في كتابك سي رفيق الشلي تتحدث عن الدور اللي لعبته سعيد السيسي في حكم بورقيبة في أعوامه الأخرى, المعروف اليوم تقريبا عند برشا عباد أنها هي اللي كانت وراء وصول بن علي للوزارة الأولى, وكانت ديما تقول بورقيبة ذي الشهادة نلقاها في كتابك بن علي صيد وهو الوحيد اللي نجم ربما يحمي البلاد. لكن اللي يتقال مش يمكن لأول مرة ولكن بصفة واضحة عندك في كتابك سي رفيق الشلي أنه من الأساليب اللي كانت تستعملهم باش تضغط على بورقيبة انسى في قصر قرطاج, وحكاية كبيرة انسى في قصر قرطاج اللي كانوا يدخلوا
من غير ما يتم تقييد أساميهم يخرجوا. شو حكاية نساء وسعيدة الساسي سي رفيق الشلي؟ هي سعيدة الساسي هي يعني بنت أخت رئيس بورقيبة، وكانت ما هيش على علاقة طيبة مع مرت رئيس بورقيبة وسيلة بن عمار. وقت اللي تمشي وسيلة تغادر، هي تجي تشد البلاصة، تجي باش تقعد مع الرئيس. دونك علاش هي غياب وسيلة بن عمار على قصر كارتاج وبعد بعدها على بورقيبة كان عنده تأثير كبير على يعني مجرى الأحداث ما بعد، على خاطر جات سعيدة واستقرت والتي هي اللي موجودة غادي. وبن علي اغتنم الفرصة مع سعيدة، يعني محضر الأمور كذا باش هي أعطاها برشا إمكانيات وجلبها ليلو بطرق وسائل مختلفة، حتى ولات هي ما تمن إلا بن علي. بن علي شد وقتها فهمت، شد الأمن وش عنده لطول. هل كانت فما علاقة حميمة بين بن علي وسعيدة الساسي سي رفيق الشلي؟ يظهر لي يظهر لي فما علاقة. عاد وقت اللي دونك بحيث هي في القصر بصفتها اللي هي ولات موحدها مع بورقيبة، كانت اللي يمليه بن علي هي تنفذه. ومن جملة الحوايج هو موضوع التطرف الديني وجماعة الاتجاه الإسلامي. هذا موضوع كبير، علاش؟ على خاطر ولا بن علي يستغل في هالموضوع هذايا باش نوعا ما يعطي صورة خطيرة وخاطئة في الواقع يعني لبورقيبة على جماعة الاتجاه الإسلامي، على أساس يعني قاعدين يحضروا وعمليات إرهابية ومؤامرات وكذا وشنو، ولا يعني نوعا ما كانوا يخوف فيه، ولكن أنا هاني موجود. فهمت؟ وفي برشا حالات يعني حتى بعض عمليات صارت وكذا، أنا شخصيا ما يعني ما تعطيش الأهمية أنه كان وراها هو باش بن علي ما يكونش وراها. واضح، ولو بصفة غير مباشرة. مثال على العمليات هذه، عمليات مثلا متاع الوتلة متاع مستير ومتاع سوسة، يعني ما تشكش كونه في العمليات هذه كان ربما كان بن علي وراها. لا، هما عناصر من الاتجاه الإسلامي، الاتجاه الإسلامي اللي عملوها. تبقى من تالي شكون مانيبولي باركي، انا من شك، انا يعني واضح وارد بالنسبه لي باش يكون هو. علاش؟ على خاطر في عمليه من العمليات، احنا في بستير في قصر سقانس، بورقيبة يمشي يعني في الصيف غاديكا، وانا موجود غادي، سمعت اللي في فموتيل في مستير يعني فلقاو فيه قنبله وكذا، خذيت السياره ومشيت نجري نشوف، نلقى بن علي موجود، أو هو يجب يكون في تورس مش مجايبه الغديك، وعلى أساس يعني فاقوا ما عادش كذا وهزوا كل الأمور كله والأمور ركحت في الميتيل وكذا. هو كي شافني حسيت ولي ما حبنيش، مش الوه جاي نعمل. وهو كان عنده يعني بصون فروا مش متاع واحد مدير أمن اللي لقاه حقوم له يعني حاجة، الواحد يكون الناس كل يعني داخل بعضها، لا 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 بكل. هنا تعجبت، عجب هذا كله يعني سون فروا وخمسانسين حنلقاو في القنابل في تونس. فهمتني؟ من المفروض هذا اللي خلاني انا مانيش مطمئن برشا للموضوع هذا في العمليات هذه. وكما قلت سيادتك يعني كان نوعا ما يخوف الرئيس كذا، وسعيده من جهتها من خاطر كان بن علي اللي هو وزير الداخليه كل يوم يجي يزور بورقيبة في ويحكيوا كان في الموضوع هذا. انت تقول في الكتاب يعني هي قبل ما يجي تبدا سعيده خاطر نكون حاضر الصباح في الجوله نتاع الرئيس بورقيبة، سعيده تبدا تحكي له خالي راهو جماعه الاخوانجيه هذوما وكذا وشنو، وبن علي فهمتني لكان مش هو راهو البارح ليل كامل وهو يدور في البلاد وكذا باش ما يعملوا حتى شيء، راهو غول اللي عندك راهو فهمتني صيد فهمتني كذا، تكبر له في الشيء. يجي بن علي زاد كيف يقول يجبد له ديما الموضوع هذا، ما عندوش حاجه اخرى، هاو لقينا هاو عملنا هاو كذا. حتى نوعا ما بالنسبه للبوركيبه كانوا جماعه الاتجاه الاسلامي شنو المؤامرات هذوما يعملوا فيهم، بحيث قاعد تشدد هالقلم هذايا يعني باش ينجم يبقى اولا الساعه يضمن بقاه
في مكانه ممكن خير، ومع سعيدة اللي هي تحب يعني تبدأ تحضر له لمهام أكثر. واضح. لو كان نرجع للنقطة اللي كنا نحكيو فيها سي رفيق الشلي، إنسان اللي دخلتهم سعيدة الساسي القصر قرطاج البورقيبة، وانت تقول حتى أنه وصلت تستعمل فيهم باش تاخو من عنده قرارات، تتحدث على حادثة مثلا في صفحة 31 تقول بدلت خط مترو بالاعتماد على الحكاية هذه، لأنه خط المترو يتعدى من قدام دار صاحبتها ولا شنو، يقلقها الحس، وبالتالي كلمة الرئيس وعدته بوحدة من الفتيات هذوما ربما اللي كانوا يترددوا على قصر قرطاج في مقابل أنه يغير خط المترو. إلى هذه الدرجة يعني وصلت يعني هو الأمور. هو ما فما بعض من النساء يعني يجيوا على أساس شكون يقرأ له جريدة وحاجة يعني كذا. عاد بورقيبة رجل كبير وفك العمر هذاك، وقعدوا نوعا ما يعني مانيبيولي فهمتي، فدخلوا له، وهو كان يحب هك لا كومباني نتاع الجنس اللطيف يعني. عاد في كل مرة وين بيجي حد يكون فرحان. أنا جاتني تعليمات من بن علي بيدو، قال لي من حب السيارة الرئاسة بتاع الرئاسة اللي تجي وتجيب فيها يعني واحدة من ساذومة، يعني ما لا توقفوها ولا تأخذوا سميها ولا حتى شيء. قلت له كيفاش؟ قال لي لا يلزم، نحبش نعرف العوان يعرفوا شكون اسماء وكذا. بون احنا ديسكريت مو يعني نحاولوا باش نعرفوا، معروفين الناس يجيوا على اساس هكا باش تقرا له جورنال ولا باش تقعد معاه شويه ولا كذا. عاد في مره من المرات باش تشوف تاثير يعني علاش اللي الشيء اللي خلاني وليت مقتنع اللي بورقيبه وقتها يلزمه يرتاح. يعني مره من المرات جاء قالت له احنا في جوله قدام في القصر. قالت له يا خالي راهو كان في الخمسة متاع العشية راهو عندك الزيارة هو تفرهد، قالاه يعني شيخ ولا يخزر المقالة متاعه ويحصل يعني في السوايع وقتاش باش تجي. ومن بعد قالت له اسمع راهو أنا راهو فما موضوع حبيتك باش نقوله لك. قالها شنو تحب؟ قالت له هالمترو هذا اللي يعملوا فيه هذا في شارع برتو، هي عندها حد من أقاربها يسكن غادي. وإحنا نعرف واللي الأشغال في شارع برتو كملت وحملوا حفروا وعملوا كذا والسكة بدأت تركب يعني أشغال في نهايتها. قالت له إحنا شارع برتو مقلق، علاش ما بدلهوش في جهة أخرى؟ إيه قالها علاش لا وعطاها تعليمات باش وتبدل المترو وتوقفت الأشغال. أيوه الأشغال توقفت. واضح. في كتابك سي رفيق الشلي ترجع على عدد هام من الأحداث اللي عشتها مع الرئيس بورقيبة، منهم أحداث نعرفوا اليوم العدد من تفاصيلها كما الوحدة التونسية الليبية، مؤامرة قفصة وغيره، لكن أنت تحكي عليها من منطلق الإنسان اللي عايشها بصفة مباشرة حذو رئيس الجمهورية. أما فما عدد من الأحداث اللي ما نعرفوهاش، مثلا حالة الاكتئاب اللي كان عليها بورقيبة عام 76 اللي خليته يعدي 3 أشهر كاملين في كلينيك بلاغ في سويسرا، تقول أنه بورقيبة حكى معاك وقتها على الانتحار. لو كان تذكرنا شنو صار بالضبط في الحادثة هذه اللي تحكي عليها في كتابك. هي فترة كانت فترة صعيبة بالنسبة للرئيس بورقيبة، كانت حالته الصحية تعبة في الفترة هذيك، وكلاش هو مشى لسويسرا في كلينيك خاص في بلير. على هو المشكل هو الأرق اللي كنا نحكيه عليه. وكان متعب برشا، وتعرف عبد كيف ما يرقدش يعني صعيب ياسر. وكان في فترة ممكن فترة ضعف، يعني أنا كل يوم هو يخرج يعمل الجولة بتاعه في البارك متاع الكلينيك هذيك، عندهم بارك كبير ياسر. لكن الجولة هذيك فما نهار متقلق مرقدش، قال لي أنا وياه ومعي زو الضباط بعد شوية، قال لي مرقدش وما أنه التو مزالوا ما عملوا ليش ما عملوا لي حتى شيء وناخو في الدواء وباقي. فديت أنا ماذا بيا عندكش أنتم في إدارتكم مش تعطيكم مركز لحات وكذا. قلت له قال لي ماذا بيك تجيب لي واحد غدوة فهمتي، خلي نرتاح هذا الميدسين ما وصلتش باش القاتل يعني حل. شفت يعني كان جاء في حاله نتاع ضعف نتاع بشر يعني اللي هو من التعب نتاع الارق نتاعه. قلت له سيد الرئيس انت تو مازلت على اول التريتمون وكذا تو تتحسن وشنو هو. قال لي سيد لافوتاز، هذه كلمته سيد لافوتاز، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مات كيفاش كذا، وسكتنا
أيوة. ومن وقتها كملنا الجولة ساكتين. أيوة. لا أتكلم هو ولا تكلمت أنا. أيوة. حتى الفين كم هي قلت هذا ينسى. أيوة. الحمد لله ينسى ما عودش حتى وصلته يعني قبلوا الفالي باش يدخل البيت متاعه ما راعني إلا خزر لي قدام الجماعة كل وقال لي اسمع ما تنسليش هك الموضوع غدوة. أيوة. جماعة قعدوا لاهشين شنو هالموضوع وانا فهمت قلت الله يبارك سيد الرئيس ومشى ياك هو اللي تمشيت للريزيدانس غاديك فما زوجته موجودة غادي أسيلة من عمل أيوة. وقتها باش قلت لها على أساس باش تمشي تفهم شوية خاطر قتلوا هي قتلوا توا هذاك مدير أمنك باش يعطيك كذا وكلام هذا فهمت وحتى وزير الداخلية وقاع علابه جستما وانت تحكي عليها زوجة الرئيس وسيلة بن عمار هي امرأة أخرى كانت وراء عدم الانتحار لأن هي دخلت في الحكاية هذه ربما وسيلة بن عمار ولا الماجدة اللي كان لها تأثير كبير زاد هي على السياسة في تونس سي رفيق الشلي أما ما تحكيش عليها برشا في كتابك سي رفيق الشلي وسيلة بن عمار هل عندك بعض أمثلة على تدخلاتها اللي معروفة اليوم في تونس في السياسة العامة للبلاد وسيلة بن عمار والله يشوف هو في الواقع الكتاب هذا أنا ما عملتوش ك يعني كتاريخ الرئاسة وتاريخ تونس وكذا أنا تكلمت على بعض أحداث اللي أنا عشتها مباشرة سواء كشاهد أو كأكتور يعني عامل في بالضبط بحيث ما اكتفيت إلا بالأحداث هذه أيوش باش نكون اللي أولا الساعة شهادة يعني صحيحة 100% على خاطر أنا عشتها بالضبط وما تكلمتش على أشياء اللي أنا ما عشتهاش يعني ما عايشتش ما بين ظفرين ربما تدخل مباشر ولا غير مباشر الوسيلة بن عمار في الحياة السياسية في تونس هذا ما, ما عشتوش أولا وهذه إذا فما حاجات راهي تصير في وسط القصر الداخل يعني في أمور ضيقة بين الرئيس وزوجته لو كان أرجعوا البن علي سي رفيق الشلي خدمت معاه وكان عارفك المباشر المدة طويلة نوعا ما وصفته برشا تفاصيل في كتابك ما باختصار لو كان اليوم نطلب منك أنك تقدم بن علي كيفاش نجم تقدمه والله بن علي هو احنا متعرف احنا بن علي خدم معانا من سنة 78 كمدير عام الأمن الوطني حيث من قبل خطر جاء في فترتين راهو الأمن 78 وقعد حتى 80 سنتين ثم مشى وعاود رجع بحيث نعرفوه احنا خاصة في الفترة الأولى يعني هو ضابط سابي من الجيش وقع تسميته على رأس الأمن دوب مجال من المدة الأولى ساعة ثلاثة أسابيع بعد ما تسمى صارت حكاية يعني الخميس الأسود في تونس بتاع 26 جانفي 78 واللي وقع فيها يعني برشا ناس ماتوا ودم في مواجهة مع الاتحاد أي هذه أول حاجة دوب ما عملها أو العام الثاني متاعه يختمها لنا بعملية قفصة لدخل السلاح وكذا وحد ما في بينه وعباد وكذا يعني ومصالح ما ثماش مصالح أمنية بالكل يعني في البلاد وكأنه ما ثماش مصالح بحيث أنا بالنسبة لي مدير أمن من نوع هذايا يعني يعتبر يعني ما عندوش مقدرة باش يشد حتى الأمن الوطني خلاه وقت النحاوة كان عنده شوية هكا يعني مش الشخص في الفترة هذيك عمرك ما تنجم تخزله اللي هو ينجم يكون رئيس جمهورية ويقود بلاد ويحبك البلاد ويحب الشعب ويحب كذا مش من نوع هذايا ظروف هي اللي خلاته وقت اللي رجع المرة الثانية على إثر أحداث الخبز زاد ديما جاء على إثر أحداث الخبز بحيث وقت اللي جاء في الفترة هذيك مع الأسف وقت جابوا سي محمد مزالي وناس أخرين في يعني كانوا سبب مانيش عارف تعجبت انا شخصيا كيفاش رجع هذايا ما نجحش في الفتره الاولى نتاعو كيفاش عاودوا رجعوه مره اخرى رجعوه على اساس يعني شد الامن وقت اللي شد الامن اعطاه كارت بلانش جاء في على اثر حكايه الاحداث دونك الى في لا لاتيتود كامله باش يسمي ويحط ويعمل وكذا جاب قوه اكثر من المره الثانيه وسي محمد مزالي وقت الوزير لول يعني خلاله المجال باش يتصرف كيف ما يعني كيما يحب سي محمد مزالي بعيد عن الامن يعني مش يعرف هو اغتنم الفرصه باش هو وصل حتى حب يدخل حتى في امن الرئيس في وقت من الاوقات اللي هو امن الرئيس وحده يعني ما هو مدير امن لا هي الامن العمومي مر الرئيس باش يمشي في زياره لبرا وفي الطائره نتاعو قاعدين نحضروا فيها العوان بتاعي وكذا يحضروا ويركزوا ويشوفوا الأمور الأمنية اللي
يعلمني المحافظ اللي أنا بعثته غادي، يقول لي راه محافظ المطار قال لك راه مدير الأمن الوطني سي بن علي يحب يبعث معاكم أعوان من تاع أمن الطائرات. قلت واش ندخل عوانا من الطيار؟ فما عوانا من الرئيس، كيفاش ندخلوا عوانا ما نعرفوهمش في بحث الرئيس؟ يعني حبي. قلت له نوني با كيستيون. بن علي علمه محافظ المطار قال وراه مدير امن الرئيس ما حبش. سكت. وحب يعملها يعني كاني يشوف جس نبض. ايوه ما جامش يولي او خاطر اذا كان نقبل ويولي عاد يدخل في امن الرئيس كيف ما يحب هو. ولا جبد لي على الموضوع هذا تماما. واضح. ملف خطير تحلو في صفحه 217 من كتابك سي رفيق، الشلي تونس والمخابرات الاسرائيليه. خليل الوزير واحد من مؤسسي فتح المعروف باسم ابو جهاد باش يتقتل في تونس في افريل 88. حتى مرة ما تقول أنه بن علي كان وراء العملية ولكن ولا عاون عليها بصفة مباشرة ما غير مباشرة، ما تقول أنه العملية تعملت بطريقة وبتنظيم ما ينجم يكون كان وراها شكون الطريقة العملية هذه؟ شنو التفاصيل اللي تنجم تخليك تقول ربما نعرفش كان تتفق في التوصيف هذا سي رفيق أنه ربما النظام الأمني لبن علي وقتها ساهم في قتل أبو جهاد؟ الواحد ما ينجمش يتهم حد من غير أدلة من غير دليل. أما عملية أبو جهاد وقت اللي صارت في تونس بكلنا اهتزينا ليها، كيفاش يوصلوا الإسرائيليين باش يدخلوا لتونس ويقوموا بعملية كما هكا دون توت امبونيتي، افيك توت امبونيتي، يعني ولا فاقوا بهم حد وكذا، خاصة اللي هما جاوا يعني على زوارق ليلا ويلقاو سيارات. وين وقفت الزوارق؟ انت حتى تقول البرت ولا الشيره اللي وقفت فيه جهه رواد، شيره رواد، جهه رواد. أيوة. علاش؟ على خاطر لقينا السيارات في موضوع الصباح الفارغه اللي هزت المجموعه، لقيناهم موجودين غادي فارغين اللي وقع كراهم في تونس. أيوة. حيث فما جماعه سبقت قبل كراتها السيارات هذه وعملت نظمت الامور واعترضت الجماعه في الليل. أيوة. هبطوا عن طريق الزوارق. أيوة. مشاو عملوا العمليه نتاعهم ورجعوا وخلاوا السيارات وحتى نتاع السيارات روحوا معه. ايوه فهمت. احنا وقت لقينا السيارات فارغه في رواد حبينا نشوفوا منين لقيناهم مكريين. أيوة. لقينا يعني العقود نتاع الكراء وخذينا الاسماء والهويات من العقود هذيك ولقيناهم لبنانيين. أيوة. وجوازات سفر لبنانيه. ايش عملنا؟ اتصلنا بالطرف اللبناني. عندنا معاه يعني اتصالات وتعاون. قلنا له شوف لنا شكون هما الجماعه هذوما. انا وقتاش جاني وقتاش دخلت في وقت كمدير امن الامن الخارجي يعني في النيفو هذايا علموني باش نشوفوا مع الطرف اللبناني كيفاش نجموا نعرفوهم الناس هذوما. بعد اسبوعين او ثلاثه نقبلوا يعني نقبل مدير الامن اللبناني اسمه نعيمه، جاء قبلته في المطار وعملنا جلسات وكذا. قال براني شفنا عملنا الانفستيغاسيون تاعنا الكل واتضح لي هذوما جوازات سفر لبنانيه للبناني، جوازات سفر صحيحه وعندهم لبنانيين معروفين هذوما في مدينه صور. ومدينه صور هذه في الفتره هذيك كانوا الاسرائيليين يجيوا ويعملوا عمليات نتاع حجز ونتاع ديبركيزيسيون نتاع كذا وياخذوا لهم هذوم الجوازات اللي حجزوهم مسروقين معناها خذاو الاسرائيليين خذاوهم واستعملوهم في العمليه ماليهم يعني لون ديكلاري. لكن انت تقول طريقه وصولهم، وصلوا للشيرة رواد بالبطوات، دخلوا بالزوارق، دخلوا ما شافهم حد، عملوا العمليه رجعوا وهربوا ما شافهم حد، غياب تحقيق جدي. تقول في المسألة ما صارش تحقيق جدي. هل تحب تقول سي رفيق الشلي بصفة غير مباشرة كان أنا فهمت مليح كلامك كونه نوعا ما فما كان مساعدة ولا لسي فاغ من قبل النظام وقتها؟ هي هذه نقطة الاستفهام اللي تبقى. احنا من ناحية الخارج يعني فهمنا شنية الحكاية، شكون هم اللي جاوا سبقوا قبل باش حضروا باش كراوا لك السيارات واستقبلوا جماعة وحضروا لهم الامور وباش نفذوا العمليه نتاعهم، هذايا كانت واضحه. تبقى كان من المفروض بعد ما جاتها العمليه المعلومات هذه من المفروض كان يصير بحث معمق وتحقيقات معمقه باش نشوفوا هالناس هذوما كيفاش دخلوا. انا ما عندي حتى فكره على الموضوع هذا، كيفاش دخلوا، شكونهم، فين مشاو،
كيفاش الناس هذو ما جاوا، كيفاش الزوارق وصلت في باخره على يعني من البحر، فين الامن نتاعنا البحري مختلف كذا، حتى حد ما فاق، حتى حد يعني يقعدوا بنقاط استفهام. وما انا ما نعرفش في اللي نعرفه، انا ما نعرفش فما تحقيق وقع معمق في الموضوع هذا. واضح. على كل حال بقيت تفاصيله تفاصيل كبيرة تلقاوها في الكتاب نتاعك، نلقاوها سي رفيق الشلي لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين عابدين بن علي. ما نجمش نختم من غير ما نتعداو على صفحات الأخرى تقريبا في الكتاب اللي تقول راهو برغم كل شيء راهو بن علي وبورقيبة تقريبا ما يتقارنوش حسب ما تقول سي رفيق الشلي. وهذا ما فيش حتى شك على خاطر في هالفترة الأخيرة يعني من بعد الثورة، هي هو نحب نقول كلمة ساعة هي الثورة متاعنا وقت اللي قامت يعني حبيت يعني جو سالو ساعة الشعب التونسي وضحايا اللي على جال على خاطرهم يعني وصلنا احنا باش الثورة نجحت وصارت الضحايا المدنيين أو الضحايا الأمنيين، تعاون الأمن زادا كان عندهم يعني كيف ضحايا. يعني لولا هما ما كناش احنا يعني الثورة تنجح وما كناش نوصلوا للوضع هذا متاعنا. واضح. وفك الفترة هذيك حسيت اللي فما ونسمع وكا في الإذاعات في البلاتو التلفزيون في الجرائد في الصحف يعني اللي قارنوا في بن علي مع بورقيبة. قلتهم كيفاش المقارنة هذه؟ هذه عمرها ما تصير. اللي يتكلم في عود يقول 23 عام يقول 50 عام كذا، كل واحد عنده مساويه. تو بورقيبة يعني إذا كان يمكن نمو في حاجة هو اللي ما يعني ما عملش ما انفتحش ما حطش البلاد في طريق الديمقراطية ما انفتحش لها. زاد فما سلوي كيلو بروش للرئاسة مدى الحياة زاد كيف هذيك زاد خطر تمس من القواعد نتاع الجمهورية وركائز الجمهورية ومن الحقوق الهامة نتاع المواطن اللي هو يمشي باش يصوت رئيس الجمهورية، هذا الحق هذا يتنحاله تولي فما رئاسة مدى الحياة. ولكن من نعرف هو دي بورقيبة هو اللي كون البلاد هذية، وهو اللي من 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 ناحية من جميع النواحي سواء يعني الصحية ولا التعليمية ولا الاجتماعية وكون البلاد ستان باتيسور داني تا مودرن فهمتني، وكان ضد الكوربسيون وكان نظيف وقت اللي خرج نظيف ما عنده حتى شيء. باركونت بن علي حاجة أخرى. هذا علاش ما نجموش نقارنه. واضح. أن جران بورقيبة أفيك أن بن علي يعني. واضح. سي رفيق الشلي على كل حال مدير أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سابقا، شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في شمس فام. أكثر تفاصيل تلقاوها في كتاب سي رفيق الشلي لو سندروم دو كارتاج دي بريزيدون حبيب بورقيبة زين العابدين بن علي، كتاب مازال كيخرج سومو 19 دينار ننصحكم به، على أكثر من 250 صفحة. يرجع سي رفيق الشلي على السنوات اللي عداها مع الرئيس بورقيبة ويرجع على عدد من الأحداث اللي عرفها وعايشها بصفة مباشرة في سنوات حكم بن علي. لو سندروم دو كارتاج كتاب تلقاوه في مكتبات كولتوريل في المرسى وفي المنزه. من جديد شكرا ليك سي رفيق الشلي. اتوالسة اتوالسة شوفوا كيفاش يغطلوا فين، شوفوا انتو مش عملتوا هاي الجزائر، شوفوا انتو مش عملتوا هاي الجزائر. I'm a man of God.